السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعرف لماذا ينتكس بعض الملتزمين؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. قد تجد واحدا في قمة الزهد والعلم والورع، أو تجد واحدة أيضا في قمة الزهد والعلم والورع، ولكن فجأة ينحرف ويبتعد عن الالتزام تماما. فيا ترى ما هو السبب في هذا الانقلاب الهائل في حياة هذا الملتزم؟ الحقيقة هم أربع أسباب نعرفهم، بس برضو نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. السبب الأول عدم الاستعانة بالله جل وعلا من أجل أن يثبته على الالتزام. إن الواحد بمجرد ما بيلتزم يقول لك خلاص الحمد لله أنا التزمت، بقى مش محتاج بقول يا رب ثبتني، يا رب أعني على الالتزام، يا رب يا رب، فعياذا بالله فيحصل له الانتكاسة. لابد من الاستعانة بالله في كل شيء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. نقعد ندعي دايما هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت أم سلمة ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومين هو؟ ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، صاحب أتقى وأخشى قلب وأكثر إنسان على وجه الأرض ثبته الله عز وجل على الإيمان والتوحيد بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى لازم نستعين بربنا ان ربنا يثبتنا على الالتزام. يبقى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهكذا. يبقى نسأل الله عز وجل الثبات دائما لحد آخر لحظة في حياتنا. يبقى رقم واحد سبب انتكاس بعض الملتزمين عدم الاستعانة بالله من أجل أن يثبته الله على الالتزام. رقم اثنين عدم شكر الله على نعمة الالتزام. الله، هو مش الالتزام ده نعمة؟ ولا بد أن نشكر الله عز وجل على تلك النعمة، وقد قال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. فلا بد من الشكر، والشكر مظنة المزيد بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني لو شكرنا ربنا على نعمة الالتزام ربنا هيزودنا التزام، لو شكرنا ربنا على نعمة حفظ 10 أجزاء من القرآن ربنا هيحفظنا 30 جزء من القرآن، لو شكرنا ربنا على نعمة ركعتين قيام ليل ربنا هيرزقنا 11 ركعة في قيام الليل ويعيننا على ذلك بفضل الله. رقم 3 البعد عن الصحبة الصالحة ومرافقة قرناء السوء. يعني من أسباب الانتكاس البعد عن الصحبة الصالحة، وإن الإنسان يرافق بقى قرناء السوء ويمشي معهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقين. رقم 4 السخرية من واحد غير ملتزم. ان يكون واحد ملتزم بيسخر من واحد غير ملتزم، ان يكون واحدة محجبة تسخر من واحدة غير محجبة، عياذا بالله. قد يلتزم اللي هو مش ملتزم وينتكس الملتزم، عياذا بالله. فممكن الانسان يكون استهزأ او سخر من واحد غير ملتزم واصبح عنده بقى غرور الطاعة، انه حاسس ان هو بقى انسان مطيع لربنا اكتر من اي حد فينتكس. وربما يلتزم الانسان اللي مش ملتزم ويتوب توبة صادقة، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم في عجالة سريعة كما عند احمد وابي داود بسند صحيح أن رجلين من بني إسرائيل كان متوخيين، كان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا. المجتهد دعوته أسيا، كان كل ما يعد عليه يقول له إيه أقصر، فالتاني يقول له خليني وربي أبعثت علي رقيبا، حتى ما في يوم لقاه على ذنب فقال له والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الله الجنة. فلما مات بعث أمام ربهما عز وجل يوم القيامة كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم، جزء حصل في بني إسرائيل وجزء تاني يحصل يوم القيامة، تمام؟ فقال جل وعلا لمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ يعني هي الجنة كان بإيدك أنت اللي تدخله أو تحرمه من الجنة، تمام؟ اذهبوا به إلى النار. ثم قال لهذا الإنسان المذنب، قال جل وعلا الملائكة اذهبوا به إلى الجنة. فإيانا أن نسخر من أحد أبدا، ولنحافظ على التزامنا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.